البريشر تايم كيرف ممكن اعرف منه التايب اوف بريس. لو بصيت على البريس الاولاني في انسبيريشن تحت واكسبيريشن فوق يبقى ده سبونتينيوس بريس. النفس اللي بعده انا شايف الانسبيريشن والاكسبيريشن الاثنين فوق يبقى دوت كنترول دي بريس. طيب الرقم الاعلى قيمه بوصل لها في الانسبيراتوري بريشر بسميها البيك انسبيراتوري بريشر، واقل قيمه بوصل لها وانا في اخر الاكسبيريشن بسميها بيب بريشر. ايه الفرق ما بين ده وده؟ ان في تريجر حصل قبل الكنترول دي بريس فبقى هنا اسمه اسيستد بريس. يبقى انا عندي ده اسيستد هو الكنترول بس بادئ بتريجر. يبقى انا دلوقتي هخش على اي كيرف هدور على السكوير، لقيت السكوير موجود في البريشر يبقى ده بريشر مود. لقيت في ديفرنت وهبص على الفوليوم بتاعه هلاقي في ديفرنت ريدنجز للبريشرز. انا بعيد وازيد في النقطه دي لان دي نقطه اساسيه. الفوليوم كنترولد برضو اعاده لما سبق، قلنا الفلو بيبتدي بيوفر كام مشكلتين، مشكله الريزيستنس لما بوصل للتارجت تايدال فوليوم الفلو بيقف والبريشر بينزل، مش بينزل للزيرو لان لسه الاكسبيراتوري فالف ما فتحش، فبفضل ريتيننج الاير انسايدز الفيولاي، فيبقى عندي بلاتو بريشر وخلصت من الريزيستنس بريشر. فيبقى عندي بيك بريشر وعندي بلاتو بريشر. البيك بريشر هو محصله الريزيستنس والكومبلاينس مع بعض، البلاتو بريشر هو محصله الكومبلاينس فقط. بعد كده ببتدي انزل للبيب. الجزء الفرق ما بين نقطه سي ونقطه دي ده بنسميه ترانس اير واي بريشر اللي هو الفرق ما بين البيك والبلاتو، ده يمثل الريزيستنس. بعد كده عندي درايفنج بريشر اللي هو المسافه من اي لاف اللي هو الفرق بين البلاتو والبيب، ده يمثل الكومبلاينس. لا وقلنا الايكويشن اوف موشن اللي هو البريشر ديفرنس او البريشر اوف ذا اير واي هو محصله الريزيستيف بريشر اللي هو الفلو في الريزيستنس زائد الالاستيك ريزيستنس اللي هي الفوليوم على الكومبلاينس، وبحط معايا البيب كمان. بصوا معايا كده على الكيرف ده، الاولاني دوت بيك وبلاتو نورمال. هو نورمالي البيك بلاتو ديفرنس بيبقى كام؟ في حدود 5. كويس، لو انا لقيت المنظر ده انا عندي هنا البلاتو نورمال البيك عالي قوي يبقى دي مشكله ايه؟ ريزيستنس. تمام، ابتدي ادور في الاير واي. طب ابص على اللي بعده، الاخبار البلاتو ايه؟ عالي قوي صح؟ طب البيك عالي قوي، بس الفرق بينهم ايه؟ نورمال. يبقى انا البصه الاولانيه ده البيك عالي مشكله ريزيستنس، لا كمل بس الكيرف. بصيت على البلاتو لقيته عالي، طب الفرق بينهم نورمال، يبقى هو هنا البيك بريشر زاد نتيجه ان الكومبلاينس قل، فالبلاتو لما عالي خد مع البيك، لكن الفرق بينهم نورمال يعني دي مش مشكله ريزيستنس. يبقى مجرد ان انا بصيت على البريشر كيرف انا قدرت احدد العيان دوت هو الجهاز مديني هاي اير واي بريشر الارم، مش محدد لي ايه مشكلتي. لما بصيت على الكيرف عرفت ان هي مشكله ريزيستنس او مشكله كومبلاينس، وابتدي اخد اجراءاتي. يبقى ده منظر ايه؟ ده منظر عيان كان بياخد اللي هو البريشر اللون اخضر ده، ومره واحده زاد لفوق عدى النورمال ترانسبالمونال بريشر، يبقى دي مشكله ريزيستنس بروبلم. امال دي مشكله ايه؟ مشكلة كومبلاينس. ليه قلت ان هي كومبلاينس؟ لان البلاتو عالي والبيك عالي نتيجة ان البلاتو زاد، بس الديفرنس ما بينهم نورمال، يبقى دي مشكلة كومبلاينس مش مشكلة ريزيستنس. طيب من فضلك لما تلاقي البيك عالي اتأكد ان السبب مش اياتروجينيك. يعني ايه اياتروجينيك؟ انت ساعات حضرتك يعني عمال تسمع ان الفلو كويس، الفلو مهم، زود الفلو فتقوم مزوده قوي. يعني هو العيان محتاج فلو 40 حضرتك حطيته على 80، طب انت لما هتحط فلو على 80 اندفاع الهواء هيبقى اخباره ايه؟ اخبار البيك بريشر ايه؟ هل العيان عنده مشكله ريزيستنس؟ انت اللي مديله ازيد ما هو محتاج. خلاص؟ فلما نلاقي عندنا مشكله بيك بريشر من فضلك بعينك انزل على الفلو كيرف وشوف الرقم كام. باي ذا واي هو احنا الكيرفز هنطلع منها مشاكل من الكيرف،
بس انا اقدر اطلع ارقام كمان، يعني انا قصادي تدريج عليه البريشر وتدريج عليه التايم، فاقدر اطلع بالظبط القيمه من غير ما ابص على الارقام اللي على اليمين. الارقام اللي على جنب دي هو قايس لي البيك بريشر البلاتو بريشر وكل حاجه، بس انا بعناية كمان اقدر اطلع قصاد التدريج اقول البيك كذا البلاتو كذا، واقدر انزل على الفلو كيرف اقول العيان ده محطوط على فلو 50 على فلو 60، واقدر انزل على الفوليوم كيرف اخر واحد اقول العيان ده بياخد تايدال فوليوم 500 400 وهكذا. يبقى انا الارقام اللي هو مطلعها لي دي انا اقدر اطلعها لوحدي، واقدر اطلع الانسبيراتوري تايم قد ايه والاكسبيراتوري تايم قد ايه، واقدر اطلع البيب كويس. يبقى كده التجميعه ديت الاولانيه خالص دي مش دي مش مشكله خالص، ده عيان نورمال. اللي بعديه البيك بريشر زاد والبلاتو نورمال، فالترانس بالمونر اير واي زاد قوي، يبقى دي مشكله ريزيستنس. اللي تحتيها على طول دي البلاتو زاد فزود معاه البيك بس الديفرنس بينهم نورمال، فدي مشكله كومبلاينس. اللي تحتيه دي ايه؟ البيك عالي والبلاتو في مكانه، بس دي مش مشكله ريزيستنس. ليه؟ لان انا نزلت بصيت على الفلو لقيت الفلو عالي جدا، فانا هنا محتاج اقلل الفلو. بس بصوا معايا كده على عيان دوت، ده عيان فوليوم ولا بريشر؟ السكوير فين؟ السكوير في الفلو. انا مش كاتب بقى بريشر فلو فوليوم، انتوا بقيتوا عارفين الاولاني بريشر الثاني فلو الثالث فوليوم. السكوير فين؟ في الفلو. يبقى ده فوليوم مود، يبقى ده فوليوم كنترول فنتلاتوري مود كويس. اول نفس نبص على البريشر كيرف، البيك اوكي البلاتو اوكي الترانس بالمونري اوكي الفلو والفوليوم ماشي. اللي بعديه اوكي مفيش تغيير. النفس اللي بعده في اللحظه دي اللانج كومبلاينس قلت، رد الفعل هيكون عند مين؟ عند البلاتو. نبص كده البلاتو حصل فيه ايه؟ اتحرك لفوق وخد معاه البيك لفوق كويس. هنا حصل مشكله في الكومبلاينس، والتايدال فوليوم هيدي التايدال فوليوم اللي انت ظبطه بصرف النظر عن البريشر، فالبلاتو والبيك زاد. ليه؟ عشان يفضل الفوليوم زي ما هو. شايفين الثلاثه فوليومز ذا سيم ريدنج، يبقى الفوليوم كنترول عايز يعمل ايه؟ عايز يدي التايدال فوليوم اللي انت ظبطه. طب حصلت مشكله في الكومبلاينس، هيدي نفس الفوليوم الريفلكتد على ايه؟ على البريشر خلاص. يبقى ده عيان خد تايدال فوليوم 500 500، ثالث نفس 500 برضه. طب ايه اللي حصل؟ انا بصيت فوق لقيت ان البيك والبلاتو عليه، يبقى ده عيان حصل فيه مشكله في الكومبلاينس في اللحظه دي. طيب نبص كده على المود ده، البريشر والفلو والفوليوم، ده فوليوم ولا بريشر؟ ده بريشر كنترول. ليه؟ عشان السكوير موجود في البريشر. حلو، وعندي ديسيليريتنج فلو باترن. العيان بياخد بريشر كنترول. يعني ايه بريشر كنترول؟ يعني هو هيدي البريشر ملوش دعوه بالفوليوم. حصلت اي مشكله هدي نفس البريشر والفوليوم هيقل، ماليش دعوه انا بتعامل ببريشر بس. اول نفس اوكي، ثاني نفس تمام، جينا على تالت نفس نفس اللان كومبلاينس اللي قلت في الفوليوم كنترول قلت هنا في البريشر كنترول. المره اللي فاتت البريشر حصل له ايه؟ زاد. هنا البريشر زي ما هو، امال هيبقى ريفلكتد على مين؟ على الفوليوم. عشان كده قلنا اهم الارم في البريشر كنترول الهايبو فنتليشن او اللو فوليوم. يبقى عرفنا فوليوم كنترول بريشر كنترول حصلت مشكله كومبلاينس، هنعرفها ازاي؟ مش هتكلم بقى، عرفتوها خلاص وانا زهقتكم منها. اكسبيريشن ما خلصش، ده ايه ده؟ ده اوتو بيب. هنعمل ايه؟ هنعمل اكسبيراتوري هولد عشان نقيسه. طب احنا خدنا انسبيراتوري هولد واكسبيراتوري هولد، انا جمعتهم في سلايد واحده عشان ما نتلخبطش. الانسبيراتوري هولد وظيفته ايه؟ ان انا بقيس بيه البلاتو بريشر اهو. اكسبيراتوري هولد وظيفته ايه؟ بقيس بيه الاوتو بيب، مش هنتلخبط فيها. هو الاوتو بيب ده مشكله اكسبيريشن، البلاتو دي حاجه بتخدم الانسبيريشن والاكسجينيشن، فمش هنتلخبط مين فيهم بتاع ايه. فالاكسبيراتوري هولد بتاع الاوتو بيب، الانسبيراتوري هولد بتاع البلاتو بريشر. يبقى البريشر تايم كيرف ممكن استخدمه في ايه؟ ممكن اطلع منه نوع البريس فوليوم كنترول او بريشر كنترول، اقدر احدد منه كمان البلاتو بريشر عن طريق الانسبيراتوري هولد،
ممكن اطلع منه الاوتو بير عن طريق الاكسبيراتوري هولد. في الفوليوم كنترول المشكله عندي ان البريشر زاد لو حصل اير واي اوبستراكشن او ديكريزد كومبلاينس.